مرحبا بالجميع في هذا الموعد الخاص بأخبار الرياضة، وخاصة آخر الأسبوع الموعد سيكون إفريقي مع الأربع أندية اللي كانوا لعبوا ذهاب التمهيدية الثاني، والبداية ستكون يوم السبت مع ثلاثة مقابلات لتكتمل يوم الأحد بالمقابلة الأخيرة لتأتينا من الجزائر. اليوم الاتحاد الرياضي المنستيري سافر إلى الجزائر تقريبا في حدود ماضي ساعة لملاقات مولدية الجزائر نهار سبت 8 متاع الليل بعد نتيجة الذهاب اللي كانت هدف لصفر للاتحاد الرياضي المنستيري، والمقابلة ستكون بتحكيم من جنوب أفريقيا لتوم أبونجيل. نهار السبت أيضا في إياب التمهيدية الثاني من رابطة أبطال إفريقيا، ترجي الرياضي التونسي يلعب السبعة في رادس أمام ديكاديها الصومالي بتحكيم من التوغو أكليسو جنما، والمقابلة نذكر ذهابا كان فيها الفوز لفريق ترجي الرياضي التونسي بأربع أهداف مقابل هدف. جماهير الترجي تنجم تقتني التذاكر اليوم من البارك من 10 متاع الصباح حتى الخمسة وغدوة أيضا بسعر موحد 15 دينار. ديما نهار السبت لك المرة هذية مع مسابقة الكاف، نادي الرياضي الصفاقسي في صفاقس 6:30 يلعب ضد روكينزو من البوراندي بتحكيم من الكونغو الديمقراطية مع كابانغا، ونذكر أن الذهاب أيضا كان فيه الفوز للفريق التونسي بهدف 0. ليخت تم إياب الدورة التمهيدية الثاني بالكاف أيضا لقاء الملعب التونسي واتحاد العاصمة الجزائري نهار الأحد 6 متاع العشية بإدارة حكم من السودان هو صبري محمد فاضل، والذهاب كان فيه الفوز للملعب التونسي بهدف 0. اقتراح من الجامعة التونسية للمدرب مهدي نفطي للخروج من مأزق الاتفاق معه سابقا لتدريب الفريق الأول، يبدو أن الرفض هو الجواب. كان هبط عن طريق محاميه إعلان نهاية العلاقة التعاقدية، وذكر أن التعامل كان سيء، وصل حتى التشكيك في الشهيد متاعه وأيضا تجربته كلاعب وكمدرب. بعيدا عن العلاقة بين مهدي النفطي والجامعة التونسية وكيف ستنتهي، نفهم من الحكاية الكل وأنه المنتخب الوطني التونسي والجامعة التونسية لكرة القدم في تفكيره، وأنه منتخبنا يشارك المرة هذه في الشان اللي كان أعلن رئيس الكاف موتسيبي أنه باش تلعب في ثلاثة دول هي تنزانيا أوغندا وكينيا. التصفيات ستكون في آخر أكتوبر، والنهائيات باش تكون في شهر فيفري من السنة القادمة. أبقى دائما في أجواء إفريقيا واتحاد شمال إفريقيا تحديدا، منتخب أقل من 17 سنة باش يشارك في الدورة هذه المؤهلة لكأس إفريقيا. منتخبنا باش يكون على موعد مع لقاءات فيها الجزائر ليبيا ومصر والمغرب من 9 حتى 24 نوفمبر، وترشح يشمل صاحبي المرتبة الأولى والثانية. البارح في تونس كان في اجتماع في وزارة الداخلية مع الإعلاميين، وسبقوا اجتماع مع وزارة الرياضة في افتتاح الموسم هذايا طبعا الوقوف على أهم المشاكل المطروحة. وسأنيف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في جولتها الثانية باش يكون لحد هذايا في رادس من خلال لقاء نادي الإفريقي وشبيبة العمران، وتم السماح فيه بحضور 25,000 متفرج. في انتظار بقية اللقاءات المتأخرة يومي 25 و26 سبتمبر. ذكركم أن الجولة الثالثة باش تلعب أيضا على يومين السبت لحد 28 و29 سبتمبر، جولة فيها ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي. البارح على صفحة ونجم الساحلي أعلن رفع منع الانتداب بعد إتمام الإجراءات القانونية والترتيبية لدى الفيفا، وبالتالي الهيئة تمر لتأهيل اللاعبين المنتدبين. في مقابلات ودية النجم الساحلي لعب البارح ضد مستقبل سليمان وتعادل دون أهداف، الأولمبي البيجي تعادل في تبرقة مع سويحلي اللي 1-1، والملعب التونسي فاز على شبيبة العمران 2-1 بتباعة مع الفريق الثاني. بالنسبة للملعب التونسي لأنه يخاف بالنسبة للاعبين اللي باش يتحولوا للجزائر الإصابات، هو عنده مقابلة مصيرية. في بقية مقابلتنا الودية في تونس، مقابلة من الرابطة الثانية بين أمل حمام سوسة والملعب الجيبسي، فاز فيها أمل حمام سوسة بهدفين مقابل هدف. ذكر أن الرابطة الثانية ترجع للنشاط يومي 12 و13 أكتوبر. اليوم
حدث بالمهدية انطلاق بطولة إفريقيا لكرة اليد للأصاغر تنطلق بمباراة مصر وغينيا مطلثة، وبعدها مقابلة تونس نلعب ضد المنتخب الليبي في حدود الساعة 6. وإن شاء الله بطبيعة الأزياء التونسية المميزة، خاصة وأنه احنا نستضيف الدورة هذه في تونس في المهدية وقصور الصيف. إن شاء الله ألوان المميزة هي اللي تكون موجودة، بعد ما شفنا ألوان منتخب الأواصلي بعيدة جدا عن الألوان المعهودة بالنسبة لتونس. لعبنا احنا مستضيفين وفي بلادنا وزيد نلعبوا بألوان أخرى، كنا لعبنا باللون الأزرق، أكيد الجامعة التونسية باش تلافى هذا كله. في انتظار أيضا تلافيو النتائج بعد النتائج المخيبة للأمال الحقيقة، خاصة في مقابلة الدورة النهائي، وحتى فما حديث وتشكيك بالنسبة للمردود. البارح كان الوعد مع لقاءات متأخرة من الجولة الثانية في بطولة كرة اليد. ساقية الزيت فازت على بعث بن خيار 25-22، انتصار هلال مساكن على نجم الساحلي 29-27، وفوز مكرم المهدية على نادي كرة اليد بجمال 31-27. عودة نشاط كرة السلة آخر هذا الأسبوع بين السبت ولحد نهار السبت في قاعة الأمير بالمنزة السابع شبيبة المنازة ضد الاتحاد الرياضي المنستيري، اتحاد الأنصار النجم الراسي في حمام سوسة النجم الساحلي، الدالية الرياضية بجرومبيليا، شبيبة القيروان ضد نادي كرة السلة بالمهدية، مقابلات كل الستة، مقابلة وحيدة تلعب نهار الأحد في الجورجيني مطلثة متاع العشية بين النادي الإفريقي ونجم حلق الويت. حدث بتبيع تواصل مباريات الجولة الافتتاحية لرابطة أبطال أوروبا، والقمة ما فيهش ثلاثة نقاط رغم أهمية النقاط والحسابات في الترتيب. مانشستر سيتي تعادل مع إنتر دون أهداف، وتم اختيار لاعب باريلا لاعب وسط إنتر كأحسن لاعب اختيار من الويفا. شختار وبولوني الإيطالي تعادلوا دون أهداف على غرام كان على البنك في انتظار بتبيع أنه يأخذ الفرصة كاملة. سيلتيك فاز على براتيسلافا السلوفاكي 5 أهداف مقابل هدف. أعطيني حظ البي اس جي البارح في 90 دقيقة تربح بخطأ من حارس جيرونا في 90 دقيقة 1-0، وبروسيا دورتموند فازت على لايبزيك ب3-0. مقابلات الختامية لليوم، أهم المباريات برشلونة يلعب ضد موناكو في غياب داني أولمو، غافي ديونغ وأروخو مع استعادة أنسو فاتي. اليوم أيضا أرسنال ضد أتلانتا، وباير ليفركوسن يلعب ضد فاينورد الهولندي. بطولة من يوم اليوم نحاولوا نفهموها، ترتيب من 1-8 يترشحوا مباشرة للدور 16، بين 9 و24 يلعبوا البراج، هذا باش يكون في شهر فيفري، واللي مراتبهم 5 6 7 8 يتيحوا بصورة مباشرة، يعني اللي يلعبوا مقابلة البراج هما أصحاب المرتبة الثانية الثالثة والرابعة. أكيد في أذهانكم نتصور أنه كل الفرق الثمانية موجودة في تفكيركم كما في تفكير ريال، السيتي، برشلونة، بايرن، إنتر، ليفربول، باير ليفركوسن، أتلتيكو، وبرشا ناس تقول لي وين اليوفي وين دورتموند. نستناو بتبيع الترتيب نتاع المقابلات الكل اللي تم اعتماد فيها كما قلت الترتيب حتى نهاية المقابلات. هكا وصلت معكم لختام موعد هذين، نتقابلوا إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى الطالبي.